أهلا وسهلا من جديد، مرحبا بكم. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا on va faire le duplicata. Donc j'ai un modèle où je voulais faire le duplicata ديالو. Donc تابعوني باش تعرفوا المراحل تاع الدوبليكاتا. Donc ici j'ai un modèle هويبا et je vais faire le duplicata ديالو. كنشكركم بزاف على تتبعكم ومرحبا بكم، تابعوا الفيديو حتى الاخير باش تكون استفاده. دونك هذه كيف كتعرفوا سي لا جيلاتين، دونك كنحاولوا نقطعوها طريقات صغار. سي لا جيلاتين ديالنا باش ان شاء الله نديرو دوبليكاتا ديالنا. دونك هاد لا جيلاتين هي اللي كنحضروا بها الدوبليكاتا ديالنا، بالنسبه للستيريت، بالنسبه لشي موديل مثلا بغيتي يبقى عندك وهذا كدير ليه الدوبليكاتا. بالنسبه لي فال بلا دونك نقطعوها طريفات صغار باش تحاول تدوب لينا ان شاء الله في الوقت. وكنديرو معاها واحد نص كاس تاع الماء تقريبا باش ما تحرقش لينا لا جيلاتين. نص كاس ولا كاس تاع الماء، راه ديجا درت الماء هنايا. دونك ملي غنقطع اطراف غادي نحاول نحطها في النار باش تدوب ليا لا جيلاتين. عاد نبريباري لي موفل ديال لي موفل باش نصوبو بها الموديلات ديالنا. كاين لي كيدير ماكينة وكيشدها وكيطحنها كاملة في الماكينة، انا ما عنديش، ما بحال هكا غيبغيها ساهلة. دونك دابا غادي نمشي ندوبها في الماء ومن بعد نبريباري ان شاء الله هاد الموديل باش تعرفوا كومون غادي فيها. دونك دابا غادي نديرو الموديل ديالنا في الدوبليكاتا. كلشي كيعرف لو موفل تاع الدوبليكاتا هو هادا. دونك عندي الموديل هو هادا، هذا ما عرفتش فين نوضرو عليا الخدامة. هذا باغي نجيبو لا جيلاتين ديالنا ونكبوها ان شاء الله. نكبو لا جيلاتين ديالنا، thank you.
دابا غنخلطو البلاطر ان شاء الله لكم معايا. Gracias.